فريد طبعا النهارده ستايلست حمو بيكا، الموضوع مختلف وغريب. اكيد هو مختلف وغريب، بس مش مختلف قوي، لان دي تالت حاجه بينه وبين حمو بيكا. عملنا اعلان قبل كده وعملنا كليب انا وهو قبل كده، وده تالت تجربه انا وحمو مع بعض. يعني لبس حمو بيكا ازاي بتختاره، وهل بدماغك ولا بدماغه؟ لا هو بدماغي، بس لازم اروح قريب من الستايل بتاعه شويه، مع اختلاف حاجات بسيطة. يعني هو لي طريقة مختلفة في اللبس طبعا، فانا يعني مش هقول لك بمشي عليها او بمشي بيها، بس انا لازم اغير، لازم اروح السكة اللي تناسب الاعلان او تناسب الكليب او تناسب المود اللي احنا بنعمله، فمش اي لبس وخلاص. بس ده الفكرة بالنسبة لي. طب انت شايف ستايل حمو بيكا ازاي اصلا؟ شايفه ايه؟ انا بالنسبه لي شايفه هيب هوب شويه، بس هيب هوب شعبي، يعني هيب هوب مش اوروبي، بس هو هيب شعبي غريب شويه، ما حدش راح له، فهو يمكن مختلف عشان كده. ده اللي عاجبني فيه. يعني الناس شويه بتقول انه واخد خط شعبان عبد الرحيم، الكلام ده صح ولا برضو شعبان كان اكستريم اكتر ومختلف اكتر؟ لا مختلف تماما. مع يعني لا 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 تماما في حته ثانيه، حته ثانيه وال خالص ملهاش علاقه. ما هي الفكره، فكره طريقه اللبس وطريقه الشكل. لا 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 اختلاف تام، ما فيش ما ينفعش اقارن. ما اضحكش عليك. ازاي تعمل كونتراست ما بين سمر وحمو في كليب النهارده؟ الموضوع كان سهل ولا صعب؟ لا كان صعب. ازاي؟ سمر إليجنت شويه، شيك جدا، ما ينفعش اروح واديها السكه ديت، فقدرت اوفق بين دوت ودوت في نفس الفكره. اغير شويه مع سمر، نغير في تسريحة شعرنا، ابقى اوت اوف بوكس بالنسبه لسمر. سيبنا بقى من الدريسات وسيبنا من الحركات وسيبنا من الجو ده خالص، رحنا سكه مختلفه. يعني اتمنى تعجب الناس، هنشوفها واتمنى تعجبه. وبيكا غيرنا، ما رحناش برضو للسكه بتاعت بيكا بتاع كل مره، رحنا سكه مختلفه تماما الحمد لله. يعني بيستوعب بيكا وبيقتنع على طول ولا شويه بينشف دماغه؟ يعني احيانا يعني هو بيستوعب بعد ما ايه ما يجرب، لا لا انا انت كنت صح. يعني هو كل مره يعمل ايه، يقول لي لا انا بس طب شوف ديت، طب تمام شفت ديت، طب خلاص تمام يلا يلا بينا بقى نرجع زي ما كنا الاول. بالظبط. يعني هو ممكن يقول لي ده بس اللون ده عليا احلى، اقول له بس ما لهوش علاقه بالديكور، طب تعالى نبص فنبدا نشوف، فيقول لي لا خلاص ماشي شوف اللي انت عايز نعمل ايه. فده الطبيعي بتاعنا وبيكا كل مره. يعني اوقات كان بيبقى هو صح، اوقات بيبقى هو صح. هو ما فيش حد صح دايما، ما فيش حد غلط دايما. يعني اوقات خلينا نقول، بس مش اوقات كتير. صراحه برضو سمر النهارده كمان عايزين نعرف الشكل اللي هتظهر بيه. انت قلت لي مش ليدي قوي، بس هل برضو قربت شويه من الشعبي ولا الموضوع كان بس في التسريحات وكده؟ لا لا قربنا في اوتفيت معانا، قربنا فيه جدا. هيب هوب غريب شويه كده برضو، رحنا له وديتها لي. بص انا وديته ليها ووديتها لي، عملت دوت. يعني مره وديته ليها هي في الاول ووديتها هي لي بعد كده، عشان يبقى فيه بس كنترول، يبقى فيه كده فكره، يبقى فيه الناس تبقى مقتنع باللي بعمله. مقتنع مش اصلي نوع ان انا اجيب من الشرق واجيب حاجه من الغرب واقول لهم يلا وفجاه اقفوا مع بعض. لا جنب البحر يا جدع. لا 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 ما ينفعش، لازم اجيب حاجه جنب حاجه. يعني بمعنى اوضح، ما ينفعش اجيب سي مثال مثلا ام كلثوم واجي اقول لها تعالوا في جنب عدويه مثال، فاهم قصدي؟ فانا نفس الفكره، فلازم اروح لده واروح لده في نفس الوقت. بس تتعاون مع مين بقى الفتره اللي جايه، وخصوصا انك ستارس يعني في كليبات كتيره جدا، فعايزين نعرف كده شغلك مع مين الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يعني في حاجه مع ياسمين علي بامر الله، دي الحاجه اللي جايه على طول بامر الله. في سامر ابو طالب الملحن، في كام حاجه مفاجاه كده والله. انت عارف ما بنقدرش نتكلم قوي، في فيلم الحمد لله ومسلسل بحضره اللهم لك الحمد والشكر. في بقى كام كليبايه كده، عارف احنا مش قادرين نتكلم، نرجع نقول ايه طب اتكلمنا ليه، طب عملنا ليه، بس الحمد لله في حاجات حلوه، في حاجات لسه مخلصها برضو عاجبه الناس قوي اللهم لك الحمد. مع مين يعني؟ انا لسه عامل حاجه مع روتانا سليم، دي مع اخراج استاذ حسن سعيد. لسه مخلص حاجه مع محمد القاضي، انتاج فري ميوزك مع استاذ هاني محروس. في كام حاجه اللهم لك الحمد. يعني لسه مخلص حمزه وبيكا مع بعض، دي برضو حاجه مختلفه تماما. بس الحمد لله رب العالمين. يعني شكرا جدا يا فريد، نورتنا. نورك طبعا، ميرسي جدا، ودايما كده مع بعض في الخير دايما. ان شاء الله حبيبي. شكرا.